بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ينصر الحق ولو كان أهله قلة، ويذل الباطل ولو كان أهله كثرة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة قائد الغر الميامين المحجلين. ثم أما بعد، نلتقي على مائدتين عظيمتين، مائدة القرآن من خلال سورة الأنفال، ومائدة السيرة من خلال بدر، موعظة وعبر. نلتقي مع مجموعة من العلماء الأجلاء، ونبدأ بالشيخ محمد المحروق، الداعية الإسلامي المعروف، والشيخ محمود مغزي، الخطيب والواعظ المعروف، والشيخ عبد الهادي شكلون، فنعيش معهم على مائدة غزوة بدر لنستلهم منها العبر، كيف لا وقد ذكرت في القرآن وهي من سيرة خير الأنام. وأول ما نبدأ بالحديث عن هذه السيرة العطرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ مع فضيلة الشيخ محمد المحروق، فليتفضل يتحفنا بدرره وبلآلئه وبما فتح الله به عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على سائر نعمه، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد النبي الأمي العظيم الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن سلك نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ذكرى بدر تطل على المسلمين في بقاع العالم، شرقه ومغربه، شماله وجنوبه، على جميع البقاع. هذه الذكرى العطرة المباركة الطيبة علينا معشر المسلمين، أينما كنا، أينما كانت ديارنا، أينما كانت مواقعنا، أن نستلهم منها الدروس النافعة القيمة. فدروس بدر دائما تترى ودائما تتوالى علينا في كل آن وفي كل زمان ومكان. لعله من المناسب أن نستهل حديثنا هذا إلى حضراتكم ببيان شيء من أسباب هذه الغزوة العظيمة العظيمة في آثارها على مستقبل الإسلام ورسالة الإسلام وعلى المسلمين في أواني البعثة النبوية الشريفة الكريمة، وفي كل زمان وفي كل مكان. السبب الأكبر لهذه الغزوة فيما نلمسه في القرآن المجيد
أن المسلمين وهم المهاجرون أخرجوا من ديارهم بغير حق، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا كل شيء وهاجروا في سبيل الله استجابة لأمر المولى تبارك وتعالى واستجابة لداعي الجهاد الذي لا يتحقق إلا بالهجرة من مكة إلى المدينة. إخراج المسلمين من مكة إلى المدينة مهاجرين، هم لم يخرجوا طوع إرادتهم وإنما أخرجوا من ديارهم، وهذا ما سنسمعه في الآية الكريمة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يقاتلون هنا في المستقبل، لم يقع القتال بعد، وهذا حدث في أول غزوة في بدر وقبل ذلك في السرايا التي سبقت بدرا. أذن للذين يقاتلون، وهنا قراءة أخرى يقاتلون، هم يقاتلون ويقاتلون بأنهم ظلموا. إذن غزوة بدر هي قامت لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ورد الظلم، ورد الظلم والعدوان ورد الاعتبار للمسلمين المهاجرين. هذا هو السبب الأول لغزوة بدر، أن المسلمين المهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم اضطهدوا وضيق عليهم في مكة فاضطروا إلى الهجرة، أخرجوا من ديارهم وأخرجوا من ديارهم بغير حق وأوطانهم بغير حق. نعم، هذا هو السبب الأول باختصار. شيخ محمود، نعم. لكل حدث رجال ولكل معركة أبطال، نريد أن نتعرف عن الرجال أو رجال بدر وأفذاذ بدر من خلال حديثك، فتفضل. الحمد لله الذي أمر بالجهاد والصبر والمرحمة، ونصلي ونسلم على رسول الكرم والشجاعة ونبي الملحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نسأل الله أن يربينا على طريقتهم ويلهمنا الصواب الذي ساروا عليه، وأن يحشرنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإننا في هذه الجلسة الطيبة المباركة نتدارس فيها كتاب الله سبحانه وتعالى بما يفتح الله تعالى ويلهمنا من فيوضاته الربانية، وبما يأذن به من التبيان في هذه المعركة الفاصلة والتي سماها القرآن الكريم بالفرقان. وما أعظم الفرقان، نعم. يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. وللفرقان رجال، وللفرقان رجال، كذا. نعم. التقى الجمعان، يلتقي أو تلتقي الجموع في الحروب، ولكن هذا اللقاء من نوع خاص بين أهل الحق والثابتين عليه والداعين إليه، وبين أهل الباطل المعاندين المكابرين. نسأل الله أن يعاملهم بما هم أهله، وأقصد من استمر وأصر على كفره، أما من هداه الله وتاب فهو من المرضيين إن شاء الله. الرجال الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الملحمة وفي كل الملاحم كانوا مثالا للمؤمن الصادق الصدوق والمجاهد الرحيم الحقيقة. جهاد فيه رحمة، وجهاد فيه صبر، وفيه معاناة. كل صفات الخير لا يمكن أن توفيها كلماتنا المتواضعة حقها من مواقف رسول الله وأصحابه عليهم رضوان الله أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم.
من المواقف، ولا أريد أن أطيل ليكون الحديث يعني متجاذبا أو متجاذبا بين الإخوة والمشايخ، موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشيروا علي أيها الناس. ذكرت كتب السيرة أنه قال قام أبو بكر وقال خيرا، وقام عمر وقال خيرا، مختصر وما عليه وهو من هو، وهو من هو يلتمس الشورى ويلتمس الرأي والسداد والحكمة، يعلم الناس يعلم الناس كلهم والأمة على الخصوص كيف تكون القيادة الرشيدة وكيف يكون التصرف الحكيم. وإذا كان الله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فمن أعظم حكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال أشيروا علي أيها الناس، ذكرت كتب السيرة أن أبا بكر قام وقال خيرا، وقام عمر كذلك وقال خيرا، وما أعظم الخير الذي قاله أبو بكر وقاله عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وقال أشيروا علي أيها الناس، فقام من المهاجرين ومن الأنصار من قال كلاما سر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له امضي لما أمرك الله، فإن على العهد ماضون، وسر بنا إلى حيث شئت، وقالوا صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، ويعني كل كلمات فيها استبشار واستنارة فكر طمأنت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان موقف آخر من مواقف التي استفادها صاحبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما وتأديبا، ومن هذه الكلمة التي في الموقف ذاته أشيروا علي أيها الناس، بأسلوب طيب وحكيم ولطيف يقبله القاسي والداني والجافي والراضي. فما كان منه وهو الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار على أصحابه بأن ينزلوا عند أول بئر وتكون الآبار الأخرى، وهي سميت بدر لمكان بدر المعروفة للمشايخ وللمستمعين. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أول بئر وترك الآبار بينه وبين عدوه. ففي الحقيقة التي لابد أن نعرفها أن الحباب هذا رضي الله عنه وأرضاه لم يعجبه هذا الرأي، يعني يعتبر نوع من الاعتراض، ولكن كيف كان أسلوب عرض الفكرة والطرح الجميل والأدب مع الله ورسوله، لم يرفع يديه كما يفعل الناس اليوم، ولم يشمخ بأنفه، ولم يتمعر وجهه، ولم يقول كلاما فيه أدنى إقلال وإخلال بالأدب مع الرسول، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرأي الأول، نعم، ولم يسفه الرأي. نعم. إنما قال يا رسول الله أهو منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هي الحرب والمكيدة؟ سؤال جميل. قبل أن يدلي برأيه سأل سؤالا فيه نوع من المقدمة والتوطيد لكلام، هل هو وحي فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، يعني بالمعنى البسيط السهل اللي يصل للفكر وللعقل وللقلب مباشرة بدون بوابات، يعني كانه فيه وحي وفيه تعليم من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنا رأيي ماهوش لا يعني يفتح له الضوء، ولا أرد رأيي وأتهمه، ماهوش مقايلة حتى قول. قال لا، فليس لنا فقد وقت، وإن كانت الأخرى فهي فرصة للكلام. فهل نحن مع الوحي هكذا؟ نعم، نسأل الله أن نكون كذلك، وأن يزيدنا أدبا وخيرا. نقف عندما يأمرنا بالوقوف. نعم، نسأل الله التثبات. نعم، التثبات والسداد. فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحرب والرأي والمكيدة. ثم يحق له أن يعرض رأيه في هذا الأمر بعد هذه المقدمة الجميلة وهذا الأدب الجم. قانون في الحرب. نعم، نعم، الحرب جم والرأي والمكيدة. هذه أهديها هذه هذا الموقف هذه لأبطالنا ومجاهدينا وثوارنا في الجبهات وللمسلمين في كل مكان. الحرب ممن والرأي يريد والمكيدة. نعم، ممن يريدون
أدب الحروب وأدب حتى الحوار وأدب أن إذا كان من القادة والأمراء في الجيوش وفي الحرب والسلم من رأي لا يعجب المتبوعين التابعين فليكن طرح الرأي بهذا الأدب وهذا الأسلوب. فقال له إني أرى أن نقف أو ننزل عند آخر بئر ثم نغور الآبار التي قبله بمعنى نردمها و ننزل عند البئر ونكون أقرب للعدو فنشرب ولا يشربون والحرب هذه المكيدة. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف وأشار على أصحابه أن يأخذوا بهذا الرأي وبدأ معهم في يعني تطبيق وتنفيذ هذه الفكرة. فهو موقف عظيم في الأدب وفي المشورة وفي تقديم قول الله وفعل رسول الله على الرأي عملا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أحسنت، بارك الله فيك الشيخ الهادي. عندك حاجة والله؟ نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ونصلي ونسلم على أطهر قلب عرفته البشرية، ونصلي ونسلم على أزكى نفس عرفتها البشرية، ونصلي ونسلم على أقوم سلوك عرفته البشرية محمد رسول الله، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أخي المشاهد الكريم، الهدف من هذه اللقاءات الطيبة المباركة هدف نبيل لربطك مع القرآن ومع رسول القرآن والاستفادة من هذه الدروس وهذه المواد. وكما جاء في القرآن الكريم في القصص الأنبياء كلها دروس ومواعظ وعبر وفوائد ومحطات، كذلك في هذه المناسبات العظيمة كيف نستفيد من هذه المناسبات العظيمة، كيف نعيش مع هذه الأحداث، كيف نتفاعل مع هذه الأحداث. ليست حكايات وليست قصص خيالية، هي قصص من القرآن الكريم، هي من دستور هذه الأمة، من نور هذه الأمة، لغرض الفائدة والاستفادة. كما أفاد شيخنا محمود بن غزي وتحدث عن أمر عظيم جدا وهو المشورة في الإسلام. نعم نعم. وهي نعم. سمة من سمات المجتمع الإسلامي. نعم. وسبحان الله، أنزل الله سبحانه وتعالى سورة اسمها الشورى في مكة. نعم. ولم تقم الدولة الإسلامية بعد، فالشورى سمة من سمات المجتمع الإسلامي حتى قبل قيام الدولة. نعم. لأن المشورة تكون مع الأسرة، تكون مع العائلة، مع القرية، مع المدينة. ولأهمية الشورى أنزل الله سبحانه وتعالى سورة في القرآن اسمها سورة الشورى، ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حالة الحرب. في حالة الحرب. نعم. ومع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه. نعم. كان يستشير وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. فالشورى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وصفة من صفات الصحابة. نعم. نعم. وكما قلنا وكما جاء في سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم. نعم نعم نعم. بارك الله لفائدة الشورى وأهمية الشورى في الإسلام. بارك الله. فيجب علينا نستفيد من هذه المناسبات العظيمة في هذا الشهر الكريم، في شهر القرآن الكريم، وليست حكايات أو قصص، بل هي تنزيل الواقع، بل هي كلها دروس ومواعظ وفوائد وعبر، بل هي محطات تمر بالإنسان من بداية الدعوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. لو سمحوا لي المشايخ إضافة، ما علاقتنا نحن ببدر؟ بدر لها زمن وبعيدة بيننا وبين بلادنا حتى المكان الذي وقعت فيه، لكن علاقتنا ببدر أنها فصلت في سورة الأنفال تفصيلا دقيقا، وسورة الأنفال من القرآن، ونحن مأمورون باتباعه وتدبره والعمل بمقتضاه. وبدر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أول وسلم. صدام يقع بين الكفر والحق والإيمان، فلذلك لا بد من دراستها. لكن علاقتنا بها، هناك تشابه، السيرة محطات كما قلت نقف عندها. الكفار كانوا كثرة،
ومعهم العدة والسلاح الذي لا يملكه المسلمون، معهم أكثر من 70 فرسا والمسلمون ليس لهم إلا فرسان. الآن الكفار أكثر عددا وأكثر مالا وأكثر عتادا. الآن البغاة المعتدون الظالمون الذين أخرجوا الناس من بيوتهم وهجروهم أكثر مالا وأكثر عتادا وأكثر عددا. إذن هناك تشابه. الآن الكفار والبغاة تحالفوا مع الشيطان، فكثير منهم يصرح، وخصوصا البغاة والظلمة يقولون نحن نتحالف حتى مع الشيطان. وكفار قريش في هذه الغزوة، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، فهناك تشابه. المعتدون الآن خرجوا للقتال، والكفار يقاتلون المسلمون. كل بلاد الإسلام فيها حرب، وقودها وسلاحها، سلاحها ومالها وتخطيطها من الكفار، ووقودها المسلمون. هناك شبه. أنت مع من خرجت؟ مع الحق أم مع الباطل؟ إذن لا بد أن تعتبر الآن في أي خروج تدعى إليه، مع من تخرج وتحت راية من تقاتل، وما سبب قتالك، وما هي النتائج التي تجنيها، والذي ستقتله من هو؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. هذا خروج الصحابة في بدر وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أنت مقتد به الآن؟ أما الآخرين كيف كان خروجهم؟ خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. من هم؟ أهل الباطل. دائما في جيوش تخرج وحروب تقع، لكن من مع الحق ومن مع الباطل؟ مع الباطل. فلا بد أن نختار. لا نقول إن بدر انتهت. بدر قائم ما دمنا نؤمن بالقرآن، بدر قائم ما دام القرآن أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نستطيع أن نجزئ السيرة ولا أن نجزئ القرآن، نقول نعتبر بالبعض ونترك البعض، هذا ليس من فكر أهل الإيمان. نعم. الآن نرجع إلى الشيخ محمد المحروق ليتابع لنا أسباب غزوة بدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل بيان أسباب غزوة بدر. نعم. ذكرنا فيما سبق أن سبب غزوة بدر الرئيس هو إخراج الناس، إخراج مشركي مكة المهاجرين المسلمين من أهل مكة من ديارهم. نعم. بغير حق. نعم. وهذا فيه بغي وظلم. نعم. وفيه إعلان سافر للعداوة. نعم. فالمسلمون عندما خرجوا من ديارهم، هم أخرجوا كما أشرت. نعم. بارك الله فيك. وهذا وفاق الآية. نعم. الذين أخرجوا من ديارهم. أيوة. لم يخرجوا بمحض إرادتهم، إنما أخرجوا فخرجوا. نعم. فهذا معناه أن القوم مظلومون، أن المسلمين في هجرتهم من مكة إلى المدينة ظلموا كما صرحت الآية. أذن للذين يقاتلون أو يقاتلون، القراءة الثانية، بأنهم ظلموا. نعم. نعم. هم قتلوا. هذا السبب الأول. نعم. الذي ينبغي أن نأخذه بالحسبان، لا نقف عند حرفية النص. نعم. إنما نأخذ كما تفضلت في كلمتك بارك الله فيك، نأخذ روح النص. نعم. الذين أخرجوا من ديارهم اعتدي عليهم، أذن لماذا أذن لهم؟
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أو يقاتلون الاثنين. نعم، لدفع الظلم. لدفع الظلم. نعم. إذن غزوة بدر لا كما يتصورها عامة الناس هي، نعم، نشأت يعني من رغبة المسلمين أن يعترضوا للقافلة، ثم عندما فاتت القافلة يعني قاتلوا. ليس الأمر هكذا على ظاهره، وإنما الأمر ينبغي أن يؤخذ في سياقه وأن يؤخذ بروحه، بروح النص. نعم. المسلمون المهاجرون الذين انتقلوا رغما عنهم ويعني بغيا وظلما إلى المدينة، هؤلاء من حقهم أن يدفع الظلم عنهم. الاسترداد. الاسترداد ما أخذ منهم. ما أخذ منهم ظلما وعدوانا. نعم. الاسترداد ما أخذ منهم ظلما وبغيا وعدوانا. نعم. هذا لم يقع في اعتراضهم القافلة، فالله تبارك وتعالى لهم أراد لهم شيئا أرقى، أراد لهم شيئا أرقى من مجرد أن يستردوا شيئا مما فقدوه في مكة. نعم نعم. حتى ولو أنهم أخذوا القافلة بما فيها ومن فيها، ما كان ذلك مجزيا لما تركوه في مكة. بارك الله فيك شيخنا، نقف عند هذا السبب ونواصل بعد استراحة قصيرة، ثم نواصل إن شاء الله. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح دوت تي في. نواصل الحديث أخي المشاهد الكريم. بدر، معركة بدر، وكما قلنا سلفا أن الذي يريد معرفة العقيدة والتوحيد الصحيح عليه بالقرآن والسنة النبوية المطهرة، والذي يريد معرفة شخصية الرسول عليه بالقرآن والسنة النبوية المطهرة. الملاحظ في غزوة بدر نقطة مهمة جديرة بالاهتمام، وهي الدعاء. سبحان الله، أعظم خلق الله الذي يوحى إليه ليلة المعركة طول الليل، سبحان الله وتعالى، وهو رافع يديه للسماء يدعو ويتوجه بالدعاء. نعم. وهذه نحن غفلنا عنها. نعم. وفي هذه المناسبة نحن أقل ما نقدمه للمجاهدين المرابطين في سبيل الله الدعاء. الدعاء. نعم. الدعاء عبادة، سلاح المؤمن. سهام سلاح المؤمن. نعم. فتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وهذه منحة وتنبيه لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة انتعنا. أقل ما نقدم كما قلت الدعاء لنصرة إخوان المجاهدين في كل مكان، والدعاء بجهد كبير، والجهاد بإلحاح، بهمة. نعم. باستعانة، بتوكل على الله سبحانه وتعالى، والمراحل سبحانه وتعالى. ولعظمة الله، الله سبحانه وتعالى يريد المبادرة من الإنسان المخلوق الضعيف. أنت اسأل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا دعاني. سبحان الله، أنت تبدأ. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالمبادرة منك أنت أخي المؤمن، أخي المسلم. نعم. وهذا منحة مهم ويجب اهتمام به سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يريد المبادرة منا نحن شخصيا سبحان الله. ونترك الآن الحديث للشيخ محمود.
محمود الوزي بارك الله فيه. ونريد أن تشنفنا بمزيد من رجالات بدر، لأننا نحتاج إلى رجال، هؤلاء الرجال الأبطال، هؤلاء الرجال الأبطال نحتاج أن يكونوا قدوة لشبابنا وأسوة لأبنائنا. نعم، هو في الحقيقة وصف الرجولة هذا أمر عظيم، بارك الله فيك، لا يقتصر على أنه جنس. نعم، من أجناس البشر. نعم، يعني في مقابل المرأة، يعني رجل. نعم، ومرأة. نعم، إنما الرجولة ذكرها الله سبحانه وتعالى في دروس ومواضيع جميلة ومهمة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم في مقام الصلاة ومقام في المساجد. نعم، ذكرها في تعمير بيوت الله وهما قريب من الصلاة. نعم، كذلك. نعم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. في القوامة والقيادة، رجالات بدر، في القوامة والقيادة. فالرجولة لما نقول رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في بعض الكتب وحتى البرامج الإذاعية، نشكر القائمين عليها من العلماء والدعاء في كل العالم، دائما يذكرون رجال من التاريخ ورجال عن الصحابة وعن التابعين وعن العلماء. نعم. فهؤلاء الرجال الذين نتحدث عنهم في غزوة بدر تعنيهم هذه الآيات كلها. نعم. فما كانوا بمعزل عن المسجد. نعم. ولا كانوا بمعزل عن الدعوة، ولا كانوا بمعزل عن الإرشاد والتوضيح والخلق الكامل والسلوك الحسن الذي تعلموه من خير الرجال عليه الصلاة والسلام. وذكرت فيما سبق عن الرجل الذي كان مؤدبا وبلغ يعني منتهى في الكمال، وهو حباب بن منذر، وذكرت أنه عمل بالآية حتى الآية التي ذكرت قد نزلت بعد هذا الموقف، ولكن عمل بها قبل أن تنزل. يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هي مصدقة لفعله وفعل أمثاله ومنبهة لمن بعدهم أن يسلكوا هذا المسلك. من الرجال عمير بن الحمام. هذا الرجل الذي الحقيقة أسأل الله أن يكون في شباب الإسلام عموما وفي شباب بلادنا خصوصا أن يكونوا على هذا الطريق، ممن قدموا أرواحهم على أكفهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثم ذودا ودفاعا عن العرض والأرض، الأرض التي يريد أن يغتصبها الظالمون والأفاكون والمجرمون والضالون المضلون. نعم. من الذين يدعون أنهم ينظمون وينظرون للإسلام. نعم. ويرفعون رايته. نعم. في راياتهم. نعم. وعلى. نعم. أقمشتهم وليست في قلوبهم وعقائدهم. نعم. هؤلاء الرجال الحقيقة كانوا مثالا يحتذى. عمير بن الحمام. نعم. ماذا كان لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كأنه يستحثهم، وهو يستحثهم كذلك. نعم. حقيقة لا تشبيها ولا مجازا. نعم. استحثهم إلى الجنة التي إذا انتقل الذي قبله الله سبحانه وتعالى وهو الشهيد، نحسب شبابنا شهداء عند الله، قد انتقل من مرحلة خير من مرحلته وإلى دار أبقى من داره، إنها الدار الآخرة، ولا دار الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. نعم. ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا. نعم. يعلمون. لما سمعه يدعو ويستحث الهمم في الإقدام والإقبال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وضرب أعناق المشركين. نعم. وقمع الباطل، قال له أما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، إلا أن يقتلني هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ف كان عنده تمرات في يده، يعني معدودة في كف، ما تحملش كثير يعني من الرطب والتمر. فقال كلمة عظيمة حكيمة، وهي منهاج عمل للشباب أن يخلصوا الجهاد في سبيل الله وأن يستحثوا الخطاة للعمل في سبيل الله حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى على خير ما يلقى به المؤمن ربه جل في علاه. قال لئن بقيت حتى أكل أو لعلي سبقتني كلمة حتى هي جدير بالتفاق، لما قال بخن بخن. نعم. لما سمع. نعم. هذا. نعم. الحث من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجب منه، ما قولك بخن بخن؟ قال لا يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. إلا رجاء أن أكون من أهلها. هو نظر إلى تمرات في يده وقال لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة إذن. فرمى بها
وانخرط في صفوف المجاهدين. نعم. وضرب في المشركين بما شاء الله أن يضرب من الثبات والإقدام، ثم لقي الله نحسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. فهو نموذج ومثال يحتذى في الإقدام والإقبال، وأن يضرب الإنسان لا لمنصب ولا لرئاسة ولا لعصبية، إنما لله وفي الله وبقوة الله. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. بارك الله فيك، بارك الله فيك. عفوا الشيخ سلام، بارك الله فيك. شوف صفات الصحابة، نعم، وهي كثيرة، صفات هؤلاء الأبطال الرجال. نعم، الوقت لا يكاد يسعفنا. وهي سرعة الاستجابة لله والرسول. الله، من صفات الصحابة سرعة الاستجابة لله والرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الوقت لا يكاد يسعفنا. هي من خلال آيات بدر، هي عن الغزوة كاملة. وهم يموتون، سبحان الله، يموتون جسدا ولكن يحيون روحا. نعم. ما أهوجنا لهذه الصفات العظيمة في يومنا هذا. إذا سمحت لي بتعليق، وهو من هم جنود بدر؟ من تولى المعركة؟ الكفار يقودهم إبليس لعنه الله، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. المسلمون تولى أمر المعركة الله سبحانه وتعالى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. تحديد الأهداف قبل بدء المعركة، فثبتوا الذين آمنوا، مهمة الملائكة تثبيت المؤمنين. هل الملائكة ستثبت المقاتلين ضد الظلم والطغاة؟ نعم، إذا كانوا بأخلاق أولئك الصحابة. أما إذا كانت الخمر تتقللهم والمخدرات في جيوبهم فلا يمكن أن يكون هذا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أصبت. هذا هدف خطير، أن يكون المقاتل قلبه مملوءا رعبا، فهو مهزوم من الداخل قبل أن يمد يديه أو تمد يده يدك لتقتله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ثم حددت مواقع الضرب، فاضربوا فوق الأعناق. وأسرع شيء للقتل هو الضرب فوق العنق. واضربوا منهم كل بنان، ولم تذكر الأعضاء الأخرى، لأن جميع أنواع الأسلحة قديمها وحديثها لا بد من استعمال الأصابع في القتال، وإلا لا يستطيع أن يقاتل. هذا جانب. الجانب الثاني، من هم الجنود؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قائد، الصحابة جنود. هل هناك مقاتلون أخر جنود أخرى؟ نعم. النوم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فنام الصحابة والسيوف في أيديهم لحاجتهم إلى النوم. قطعوا مسافة 160 كيلو، يحتاجون إلى الراحة، ولا ينام إلا المطمئن، أما الخائف فلا ينام. وهذا دليل على أن الله قد جعل الطمأنينة في قلوبهم. الأمر الثاني، نزول الغيث، جند آخر. النعاس جند والغيث جند. الأرض غير صالحة لجراء المعركة، فكانت بها رملية متحركة لا تثبت فيها الأقدام. والصحابة بعض منهم ربما كان جنوبا، والإنسان إذا كان جنوبا لا يستريح لحاله، فيحتاج إلى الماء ليتطهر. وماء السماء مبارك، في أي مكان نزل فيه تحل البركة وطهور، ولذلك نزل الغيث فاستوت الأرض للقتال، وطهر به قلوب المؤمنين وربط به على قلوبهم. ثم جند آخر، ما زال وما يعلم جنود ربك إلا هو. الصحابة يرون الكفار قلة، والكفار يرون الصحابة قلة، وهذا أمر من الناحية المعنوية لا يستقيم، لأن الكافر إذا رأى المؤمن قلة معنى ذلك أنه تقوى وانتصر. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم
قليلا ويقللكم في أعينهم لحكمة لأن الكافر لو رأى المسلمون كثرة لانهزموا ولم تقع المعركة، والله يريد أن تقع المعركة لأن هناك رؤوس للكفر لا بد أن تقصد، ولن تستقيم الأرض في أي زمن من الأزمان إلا إذا حصدت رؤوس أئمة الضلال وأئمة الكفر وأئمة البغي. فعندها عندما رأى الكفار المسلمون قلة أصروا على المعركة، والمسلمون عندما رأوا الكفار قلة حتى أن بعضهم يسأل هل بلغوا 100؟ الصحابة يسأل بعضهم بعضا، الله أكبر، فيقول لا أرى أنهم وصلوا 100 مع أن العدد 1000. والرؤى جماعية شيخ سبحان الله. وفي ذلك ماذا؟ رفع لمعنوياتهم، وهم يقاتلون الآن أقل منهم عددا، مع أن المسلم يواجه 3 من الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم حصلت له رؤية فرأى مصارع القوم، حدد أماكنهم قبل أن يموتوا، فلان سيصرع في هذا المكان وفلان سيصرع في هذا المكان، وذكر أسماءهم لنعلم أنك إذا كنت مع الله حدد الله لك كل شيء وأنهى كل شيء. فالذي نحتاجه كيف نجلب هؤلاء الجنود؟ نحن ينقصنا العدد، الملائكة عددهم كثير، لماذا لا يشاركوننا؟ إذا كانت أخلاقنا قريبة من أخلاق الملائكة جاءت إلينا الملائكة، فمجالس الذكر ماذا تقول الملائكة؟ هلموا إلى بغيتكم، والملائكة تتنزل، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. ما الذي جلب الملائكة؟ الاستغاثة. وهناك فرق بين الدعاء وبين الاستغاثة. الاستغاثة إسعاف سريع يطلب النجدة والغوث، هذا هو الذي يجلب الملائكة. فهناك جنود قاتلوا مع المسلمين نحن لا نراهم، هل يمكن أن يتكرروا؟ نعم يتكرروا، إذا تخلقنا بأخلاق أولئك الأبطال، إذا عشنا بدرا في كل معاركنا، إذا استفدنا من سورة الأنفال في كل خططنا وفي كل إعدادنا العسكري. وربما أطلت فنواصل الحديث على بقية الأسباب إذا كان الشيخ يضيف إلينا ما عنده، حتى لو خرج عن الأسباب نتكلم على الأنفال أو على الطائفة أو ما يراه هو مناسبا. ذكرت في أسباب غزوة بدر إخراج المسلمين من ديارهم، ووضحنا هذا الأمر لا نحتاج إلى عودة إليه. ثم نأتي بأمر عظيم. الكلام مفتوح لك يا شيخ، لا تنحشر في الأسباب. نعم بارك الله فيك. نعم. في بداية في مستهل سورة الأنفال، وهي كما ذكرتم فصلت غزوة بدر تفصيلا، نعم، من ألفها إلى يائها، نعم، لم تترك فيها شيئا، نعم، حتى إن غزوة بدر أشير إليها في مواطن أخرى إشارات سريعة، نعم نعم. فهذه السورة هي سورة غزوة بدر تفصيلا. في بداية السورة، وهذا أمر عظيم وأمر جليل، قال الله تعالى يسألونك عن الأنفال، لم يبدأ بسبب غزوة بدر والقتال أصلا، ذكر في سورة الحج هناك بعيدا، بدأ بآخر شيء في المعركة وهي الأنفال. نعم وهي الغنائم. نعم، هي آخر شيء، هي لا تكون شيئا أمام فرضية الجهاد. الله أكبر. ولذلك أزاحها قبل بداية الكلام على المعركة. الله أكبر. حتى تتوجه نية المؤمن الذي يريد أن يجاهد إلى الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته. نعم. لا يريد بذلك مغنما. الله أكبر. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، هذه حولوها أبعدوها لأنها ليست لكم، ثم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم.
إلى آخر هذا الكلام. نعم. نعم. هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا أن المؤمن ينبغي إذا اتجه إلى المعركة، وهذا نوجهه إلى أبنائنا وإخواننا في الجبهة، أن تكون نيتهم خالصة ابتغاء مرضات الله، لا يريدون مغنما ولا يريدون دنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم. عندما سئل من المجاهد قال المؤمن يقاتل كذا وكذا وكذا، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. أما إن كان يقاتل شيء آخر، لا سيارة فاخرة ولا سبيكة من الذهب ولا، نعم، يترك ذلك كله. نعم نعم. كل ما يمكن أن يغنمه الإنسان في الجهاد ينبغي أن لا يفكر فيه وأن لا يكون غرضه. نعم نعم. ثم ماذا الهدف من الجهاد؟ وهذه أول غزوة. الهدف من الجهاد هو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ليس الجهاد طريقا للمغانم ولجمع حطام الدنيا، فذلك الله تبارك وتعالى صرف عنه خيرة خلقه وهم الصحابة رضي الله عنهم. إرد الظلم. نعم. ودفع الصائل ورد الباغي والإعلاء وأشياء. نعم. نعم. كلها في هذا المعنى. نعم. نعم. يعني أهداف الجهاد كثيرة. نعم. وأغراض الجهاد كثيرة. نعم. لكن نريد نحن أن ننبه إلى أن القرآن الكريم في أول سورة الأنفال وجه المجاهدين إلى أن يخلصوا النية، لا أن يطلب المغنم ولا أن يطلب عرض الدنيا. والله تبارك وتعالى عندما صرف صحابة رسوله رضي الله عنهم صلى الله وسلم على رسولهم القائد الأمين، عندما صرفهم عن طلب المغنم وعندما صرفهم عن القافلة تحديدا، أراد لهم الأفضل، لم يرد أن حطام الدنيا، لم يرد منهم أن يحصلوا، أراد لهم النصر على أراد لهم النصر على الأعداء. وأعظم وأعظم. نعم. بارك الله فيك. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تكون لكم. ويريد الله، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. هذه إرادة الله. ويقطع، ويقطع دابر الكافرين، أن يحق الأساس. الحق بكلماته ويقطع دابر. نعم. الكافرين. نعم. نعم. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نعم. إلى آخر. نعم. ما هنالك. بارك الله فيك. نعم. الشيخ محمود، إضافة قصيرة في دقائق لأن الوقت. نعم. في الحقيقة لابد أن نأخذ كما ذكرتم جزاكم الله خيرا أن غزوة بدر مدرسة، مدرسة في الجهاد. نعم. وتتكرر أحداثها الحقيقة، فأما الأحداث فالله كفيل بها كيف تكون، والأسباب معارك المسلمين اليوم مع عدو كافر، مع عدو طاغ، مع ظالم، مع مضلل، مع كيف ما كان السبب، المهم تنحصر في ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم. هذه الحقيقة لابد منها. حاجة هذه إضافة بسيطة في دقائق أو دقيقتين. أضاف الشيخ محمد بارك الله فيه وركز على الإخلاص والصدق. نعم نعم. وهم شرطان أساسيان سبحان الله. نعم. فالصدق والإخلاص والاتباع في أي عمل. نعم. الصدق والإخلاص كالوقود والكهرباء للسيارة. هل نستفيد من سيارة بدون وقود وكهرباء؟ كذلك لا نستفيد من انعدام أو عدم وجود الصدق والإخلاص، فهم أساس. نعم. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأختم بكلمة بسيطة ونصيحة، نحن يجب معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه اللهم وسلم ومحبته والصلاة عليه لنسعد في الدنيا والآخرة. معرفة شخصيته. نعم. واتباعه ومحبته والصلاة عليه، هذا القدوة تاعنا. نعم. لنستفيد. الله فيك. أنا أوجه سؤال، هل ستدرس سورة الأنفال في الكليات العسكرية في بلادنا وفي بلاد الإسلام؟ هل ستدرس غزوة بدر
وإتقانها ومعرفتها عسكريا عندما نخرج قادة. هل سيجلس المسلم مع سورة الأنفال جاعلا نفسه جنديا من جنود بدر؟ كيف استطاعوا أن يحققوا النصر؟ يسأل نفسه. هل ستكون معك الملائكة أو معك الشياطين؟ هل سيكون معك الحق أو معك الباطل وأنت مع الباطل؟ كثير من الأسئلة تجيب عنها سورة الأنفال وتجيب عنها غزوة بدر إذا جلسنا معها وعرفناها. هذه الغزوة في رمضان، جهاد في رمضان، كله جهاد، فالمعارك الكبرى كانت في هذا الشهر. لماذا؟ لوجود التقوى، والتقي لا يهزم، والتقي لا بد أن ينتصر، والتقي إذا استشهد ارتفع إلى أعلى درجة. هذا ما حاولنا أن نقوله. والطمأنينة التي برزت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر، وطبقها بعض قادة المسلمين المخلصين حينما قال سنهزمهم، فقالوا له قل إن شاء الله، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا. نسأل الله أن يطمئن قلوبنا ويثبتنا الصبر. بارك الله فيك. نسأل الله العلي القدير في هذا الشهر الذي يستجاب فيه الدعاء، نستغيث كما استغاث النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، واستغاث لصحابته، ونحن نستغيث لأمة الإسلام ولبلادنا أن يرد الله عنا الصائلين، ويرد الظالمين، ويرد المعتدين، ويرد الكافرين. نسأل الله أن يعيد الناس إلى بيوتهم وديارهم. نسأل الله أن يدر لنا أرزاقنا التي حبست عنا وأخذت عنا. نسأل الله أن يجعل لنا حاكما يحكمنا بدين الله وبشرع الله، لا أن يجعل علينا حاكما يكره شرع الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا، أن يؤلف بيننا، أن يجمع كلمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا ومشائخنا وعلمائنا من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرس لسان كل من يعتدي على علماء الشريعة أو يؤذيهم بقول أو كتابة أو إعلام، أن يخرس ألسنتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعلنا من أصحاب ليلة القدر، ولا يحرمنا منها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والحديث عن غزوة بدر يحتاج إلى أوقات طويلة، ولكن استلهام العبر لا يحتاج إلى وقت كثير، وإنما يحتاج إلى قلب منيب وقلب متفكر ومتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. جزا الله المشايخ كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.